كل نجوم الاستوديو التحليلي كابتننا الكبار طبعا وجمهور النادي الاهلي، مبروك فوز ثمين وفوز مهم، وزي ما اكدنا وقلنا 6 نقاط، 3 نقاط الحمد لله قدرنا ان احنا نحصل عليهم، لكن مع 3 نقاط الاداء وده اللي كنا مستنيينه من فريق النادي الاهلي. انا طبعا معايا الكابتن سامي مصان مدرب فريق النادي الاهلي. يا كابتن سامي مبروك النهارده، يعني الحمد لله قدرنا نحصل على 3 نقاط عندنا مهمه، هي 6 نقاط ان شاء الله، 90 دقيقه عدت الحمد لله، عندنا 90 دقيقه ثانيه، لكن النهارده اداء ونتيجه وروح واصرار، وباين قوي ان اللعيبه عندها هدف واحد، 3 نقاط. مبروك يا كابتن سامي. الحمد لله. طبعا تحياتي كابتن ايمن، كابتن اسامه، كابتن يوسف، كابتن عادل، وكابتن هاني، تحياتي ليهم. طبعا زي ما انت قلت نتيجه مرضيه جدا لينا وخطوه مهمه جدا نحو اللقب الحمد لله، غير كده برضو اداء الحمد لله. كان اللي ساعدنا برضو ان النادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره اللي بتلعب جيب مفتوح، يمكن من اول مباراه دوت كان بيشتغلوا على اللي هم بيلعب جيب مفتوحه وزهاجم، وده ميزه ماتشات الاهلي والاسماعيلي على طول يعني. فاحنا كنا محتاجين برضو تبقى لما بتلعب فرق زي دي بتبقى اسهل بالنسبه لك، يبقى عندك برضو خطوط بتبقى مفتوحه وتقدر تشتغل كويس، تقدر تعمل استحواذ كويس، عكس ما بتلعب الفرق بتنافس على الهبوط بيبقى عندهم تكتل اكتر، دفاعي اكتر، بيبقوا عاوزين يطولوا الماتش اكتر وقت ممكن يعني. لكن الحمد لله اللعيبه الحمد لله اعتقد كانت في حاله كويسه بدنيه وفنيه، يمكن كان واضح جدا في الشوط الثاني تفوق كامل النادي الحمد لله، استحواذ كامل، فرص كبيره، عندنا مكاسب كبيره جدا يعني من المباراه الحمد لله النهارده، سواء بعوده تهديف لباجي الشيخ برده بقاله فتره نفس القصه، علي معلول برده بعد ما اهدر ضربه جزاء في الانتاج الحمد لله النهارده برده بيسجل كويس، النهارده رجوع كهربا وقوه كبيره بالنسبه لنا، اعتقد الحمد لله الحمد لله يعني حاجه وحيد برده النهارده رجوعه مهم جدا، فاعتقد الحمد لله حاجات كتيره ايجابيه جدا، اداء زي ما انت قلت مميز جدا، خطوه ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه الماتش الجاي ان شاء الله اللي احنا ننهي بقى ان شاء الله 3 نقاط، وبعد كده ان شاء الله يبقى تفكير افضل تاني بشكل مختلف عشان ماتشات افريقيا، وان انت تقدر تريح برضو اللعيبه لانها عملت مجهود بدني الفتره اللي فاتت دي كبير جدا يعني، كل 3 ايام مباراه اعتقد حاجه صعبه جدا يعني، فالحمد لله. 3 نقاط خلاص اللي انتهوا، ال3 نقاط بقى الجايين ان شاء الله يبقى يوم تتويج بالنسبه للنادي الاهلي، محتاجين نفس التركيز ده. كابتن سامي هتقولوا ايه للعيبه؟ المحاضرات هتبقى عامله ازاي؟ لان خلاص هي خطوه هنحسم الدوري ونبص بقى لافريقيا، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. يا رب، زي ما قلت ان مباراه احنا بنفصل، يمكن الراجل اتكلم حتى في كده يعني ان احنا مش عاوزين نفكر في المباراتين، نفكر النهارده في ماتش النهارده، وده الحمد لله حققناه. الماتش اللي جاي بقى ان شاء الله زي ما انت قلت ماتش التتويج بالنسبه لنا وماتش الفرحه لجمهور النادي الاهلي، اعتقد ان شاء الله يكون يومنا ان شاء الله اللعيبه تكون في الموعد برضه، ونادي ان شاء الله تكون دايما على قد ثقه جمهور النادي الاهلي والمجلس الاداره والجهاز الفني ان شاء الله. قرار يمكن من الكابتن سيد عبد الحفيظ بمنع اللعيبه باللقاءات، وده امر مهم جدا لان خلاص 3 نقاط مهمين وده بيساعد اللعيبه كده كابتن. طبعا طبعا سيد بيعمل دوره طبعا على اكمل وجه، وهو طبعا من عنده من الخبرات اللي بتاهله لكده يعني، والمواقف دي حصلت معاه كتيره، واعتقد اللعيبه عندها وعي كده يعني، واعتقد هو يكمل بقى ان شاء الله. شكرا، كل الشكر يتقال طبعا للكابتن.